مدام امال صباح الخير. ايوه صباح النور. اهلا بيكي. لو سمحت يا فندم عايزه استفسر منك على حاجه. تحت امر حضرتك. ممكن اطلب من حضرتك تقدر توطي التلفزيون لو سمحتي وتسمعيني من التليفون. ايوه يا فندم لو سمحت لي بقالي 3 مرات بقالي 4 سنين متجوزه وبقالي 3 مرات عماله انزل نفسي مفيش نبض. يعني حضرتك عملتي وبعمل عمليه تجريح بتاع 4 سنين نزل الجنين. بس الجنين طبعا ما فيهوش نبض. عايزه بس اعرف الجنين النبض بيجي على قد كام شهر؟ طب واحده او كام اسبوع؟ اديلي فرصه بس. يعني حضرتك حملتي 3 مرات وكل مره يقول لك جنين بدون نبض، مش كده يا فندم؟ ما فيش نبض، الكيس فارغ عموما او ما فيهوش نبض. اوكي. حضرتك عملتي تحاليل بتاعه الاجسام المضاده وكده ولا ما عملناش؟ ايوه ما طلع ما فيهاش اي حاجه. عملتي تحاليل ايه؟ بتاعه القطط والكده؟ ايوه القطه دي كنت بعملها وانا حامل. ما عملتي ايه التحاليل الثانيه اللي عملتيها؟ وعملت الاف اتش والتحاليل دي بس مش فاكراها عموما يا فندم. بس لا في حاجه اسمها اجسام مضاده بتاعه الذئبه الحمراء، عملتي حاجه من دول ولا ما عملتيش؟ لا تقريبا ما عملتهاش. طب هقول لحضرتك تحت امرك تقولي. قصة كلها ان احنا لازم ده طبعا عمليه اجهاض متكرر وقصه محتاجين تحاليل بتاعتنا اللي احنا اتكلمنا عليها. طب ايه اهميه التحاليل؟ هو انا في حاجه اسمها اجسام مضاده ضد الطفل؟ لا، هي القصه كلها ان الطفل ده نصه من الام ونصه من الاب، ففي جزء منه غريب على الجسم. بس في الطبيعي الفسيولوجي الطبيعي ان الجسم لا يهاجم هذا الطفل. طب ايه ليه الجسم بيهاجم الطفل؟ هذا سبب غير معلوم. فاحنا عندنا في نوع من انواع التهيج والخلل في المناعه. تفاجئي نفاجئ ان الجسم ابتدى يهاجم اعضائه من اهمها الغده الدرقيه، وتبص تلاقي السيده عندها سكر من سن قليل، يقول لك عندها 10 سنين جالها سكر. كل دي قصه مناعيه غير معلومه الاسباب، ان بيحصل هجوم على جزء من الجسم فبالتالي يؤثر عليه. نفس الفكره بالظبط بتحصل مع ايه؟ الحمل. طب احنا بنعمل ايه؟ احنا بندور على الاجسام المضاده المشهوره اللي احنا عارفينها، سواء حاجه اسمها انتي فوسفوليبيد سندروم ليها تحاليل، حاجه اسمها لوبس ليها تحاليل، مشكله الغده الدرقيه ليها تحاليل، تحاليل مجموعه من التحاليل كلنا عارفينها بنعملها. التحاليل دي لو طلع فيها مشكله بنبقى بنوجه علاجنا لادويه بطريقه معينه. طب لو طلع ما فيهاش مشكله، لا احنا علاجنا برضو ثابت زي ما قلنا قبل كده، هو الاسبرين، الاوميجا، التريس اليمنتس، المجموعه الفيتامينز، زائد ان احنا بندي حقن مسيله للدم حسب هي بيحصل لها اجهاض. انت ساعات بنبتديها قبل ما تحمل. طب احنا بنعمل التحاليل ليه؟ فلوس كتير. ويمكن اهم نقطه للتحاليل اولا اذا كنا هنضيف جرعه كورتيزون ولا لا، لان ده يمكن ان احنا بيعتمد على التحاليل قوي. يمكن بنضيف جرعه التروكسين اللي هي بتاع الغده الدرقيه ولا لا، دول يمكن اكتر حاجتين. طب لو طلع التحاليل سالبه هتديني العلاج ولا لا؟ هناخد العلاج. طب ليه؟ لان احنا زي ما كنا بنقول مش كل الاجسام المضاده احنا عارفينها، احنا عرفنا جزء وكل يوم بنعرف جزء. يعني اللي معانا احنا كان في عندنا حاجه اسمه انتي فوسفوليبيد سندروم، لغايه من سنه كنا بنعمل له تحليلين، زودنا في حاجه جديده. الجديد ده حتى يمكن لسه في عامل مش موجود وفي ساعات بنضطر نبعت نعمله بره. طب ايه يبقى ده حاجه جديده ما كانتش موجوده وبتساعدنا على التشخيص؟ يبقى احنا مش كل حاجه عارفينها، مش كل الاجسام المضاده عارفينها. فبالتالي انا ممكن يكون عندي مجموعه سالبه من الاجسام المضاده، لكن ستيل في عندي اجسام انا لم استطيع ان انا اعرفها فابتدي اعمل لها تحليل حتى اكتشفها. يبقى اهم حاجه نعمل التحليل حتى نعرف اذا كان في مشكله في حته احنا مش واخدين بالنا منها. ويمكن من اهم النقط اللي دايما بنغفل عنها كتير الغده الدرقيه وتحاليل الغده الدرقيه والاجسام المضاده للغده الدرقيه. دي مهمه جدا ونسبتها عاليه قوي 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 قوي. يعني احنا ما ابتدينا نركز فيها قد ايه السيدات اللي عندها خلل في الغده الدرقيه يمكن نسبته مش اقل من 30% من السيدات المترددات، وبالذات اللي عندهم وظيفه الغده الدرقيه ضعيفه. لو عملنا الاجسام المضاده ليهم هنلاقي على الاقل 50% الاجسام المضاده عندهم فيها مشكله. فدي نقطه مهمه قوي لابد من وضعها في حساباتنا. بعد ما ناخد بنبتدي نتابع الحمل وان شاء الله ربنا يطمننا على حضرتك.